افضل اللعيبه اللي موجوده في فرقه نادي الزمالك، وواحد من المواهب اللي محتاجه ان هي تهتم بنفسها وتحافظ على نفسها وتطور من مستواها عشان يفيد خط وسط منتخب مصر، هو امام عاشور. امام عاشور واحد من المواهب اللي بقت قليله في ملاعبنا ومش كتير، واعتقد ان امام عاشور لو فضل بالمستوى ده وطور مستواه اكتر من كده وحافظ على العقليه الايجابيه اللي هو شغال بيها الفترات اللي فاتت، اعتقد هيبقى واحد من افضل اللعيبه اللي ممكن تعمل تاريخ مع نادي الزمالك، ولو فضل بنفس المستوى ده اعتقد هيكون عنصر مهم جدا واساسي في خط وسط منتخب مصر ويقدر يعمل تاريخ مع منتخب مصر كمان. كابتن حازم، امام عاشور في اكتر من لقطه، في اللقطه بتاعت الهدف الثاني بتاعت زيزو، الباس اللي عمله وتكنيك الباس ونفس الكوره بتاعت شيكابالا برضو نفس الباس وتكنيك الباس اللي لعبه لزيزو، زيزو لعبها لشيكابالا. بتشوف امام عاشور دوره دلوقتي في الزمالك ايه؟ لا هايل، امام عنده الشوط الاول احسن واحد في الفرقه، موتور الفرقه الوحيد اللي عنده بينقل الفرقه لقدام، ان كان بالمشي بالكوره او باللونج باس اللي بيعملها. بص وش رجله الخارجيه في المساحه، وعمل واحده بعديها اللي هي بتاعت اللي جابها شيكابالا جون بعديها. وبعدين طول الماتش هو بيشوط وبيكمل وبيقطع من ورا وبيكمل قدام، وبيعمل يعني نموذج لرقم 8 يعني حاجه ما شاء الله الله اكبر يعني. وبعدين قوي بدنيا، واقف على رجله كويس مركز. امام لو فضل كده هيبقى في حته تانية تماما يعني، لعيب كوره ومش موجود منه كتير في مصر. واللعيب اللي بيعمل الدور الدفاعي كويس والهجومي كما يجب ان يكون بفكر وكرياتيفيتي عاليه، مش موجودين يعني في يعني قليلين مش كتير. صحيح، باص حلو قوي يعني، الزاويه دي كان موضحه قوي قوي، باص حلو قوي قوي قوي. الشوط الاول اللي هو الشوط الاول بيروح بالكوره وبيجي يعني، مساحات ضيقه بيعرف يتصرف، مساحات الواسعه بيعرف يتصرف، بيتصرف بالكوره، بيتحرك من غير كوره كويس، بيعمل ضغط، بياخد الكوره وبيتصرف وبيشوط على الجون. النهارده احسن واحد في الماتش بصراحه سو فار يعني، عن اي حد بصراحه، لعيب كوره هايل. اتمنى يفضل بالشكل والشيب اللي هو ماشي بيه النهارده.